في رجاله بتلعب وبتتسلى، كلمه انتي طالق لبانه في بقهم، الصبح يطلق وبالليل يقول لها انتي مراتي وايه اللي يثبت ان انا مطلقك وهطلقك لما مزاجي يجيلي، ويفضل يتلاعب بمصير واحده امنته على نفسها والمفروض انها كانت من اقرب الناس ليه. من حوالي 7 سنين ابتدت اللي هي طلقني طلقني طلقني، وجت فعلا اول طلقه. يعني انت هتستريحي لما اطلقك؟ اه هستريح. قلت لها انت طالق. سكتت اخذت بعضها وطلعت للجاره اللي فوق خبطت عليها مرات شيخ عندنا، قالت لها الوضع كذا 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 وحصل ان هو عمل كده. قالت لها اقعدي في بيتك وما تطلعيش. احترمت جدا ان هي عملت كده وانها فعلا ما خرجتش من البيت ده اول مره. للاسف المشوار ده اتكرر تاني مره تاني، وجت برضو عملتها وقالت احنا لازم نروح دار افتا ونسال ونعمل عملتها زي ما حضرتك اللي بتطلق، يعني هي لما قالت لك طلقني ليه قلت لها اه على طول، ما قلتش ست متعصبه بتدلع على جوزها طب طلقني 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 ده كل استنى. ما انا قلت لك اهو، هي جت قالت لي طلقني طلقني، ما بس مش في نفس اليوم طلقني 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 طلقني، يعني متعاقبه كده ورا بعضها. في ثانيه في ثالثه على مثلا فترات بقى اسبوع 10 ايام شهر 2 3 مكرر طلقني طلقني طلقني. انت فيكي حاجه مش مظبوطه. طب تاني طلقه ايه اللي حصل فيها؟ لا تاني طلقه انا مش متذكر. زن برضه او كده على الطلاق؟ ما كانتش زن، لا بس كانت سبب تاني او اهانه او حاجه زي كده مثلا، يعني لو راجل طلقني او حاجه كده اهوت. او الاخيره بقى اللي حصل فيها الطلاق دي صح؟ ما طلقتهاش بقى الاخيره، انا ما طلقتهاش. هو مش موافق يتمم الطلاق رسمي. اولا عند ان انت لا انا لو طلقتك هتروحي تتجوزي ما انت صغيره وكده. حاجة تانية إن هو مش عايز يديني حقوقي، لا أنا مش هديكي أي حاجة خالص. أنا بطبيعة الحال لا أنا عايزة حقوقي، أنا ما عشتش معاك 15 سنة وتنزلت وتعشت مع راجل كبير في السن وصبرت وكنت بصبر على الإساءات اللفظية والجسدية وإن أنت تضربني وتشتمني وكده وفي الآخر ما أخدش حاجة. دلوقتي في الفترة الحالية أنا أعتبر في نظر الشرع مطلقة، لكن في نظر القانون لا، أنا على ذمته، أنا متجوزاه. هو منفصل عني قاعد بقاله 3 سنين وأنا قاعدة هنا. أنا بطبيعة الحال مش قادرة أثبت إن أنا متطلقة منه، لأن أنا لو مثلا أثبت ده ممكن أخد معاش، ممكن أساعد ولادي، ممكن إن أنا أساعد نفسي.